الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. دعا وزير التخطيط خالد بتال النجم إلى عدم منح الإجازات الاستثمارية الخاصة ببناء المجمعات السكنية في مناطق محددة في بغداد، وقال النجم إن المجمعات تتسبب بزيادة الضغط على خدمات البنى التحتية للمدينة، فضلا عن زيادة الاختناقات المرورية وزيادة أسعار الوحدات السكنية في بعض المجمعات إلى أسعار باهظة. هذا وتنتشر الوحدات السكنية المبنية بدون رخص نظامية بشكل كبير في المدن العراقية، وتتسبب بفوضى في عمليات التخطيط. أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في أربيل عن مقاطعتها للأسبوع الزراعي 13 على خلفية قرار وزارة الزراعة ببغداد منع دخول منتوجات محافظة كردستان العراق إلى باقي المحافظات العراقية. جاء ذلك في بيان رسمي لوزارة الزراعة والمواد المائية في أربيل، ذكرت فيه أن المتضرر هو الفلاح والمنتج المحلي بدرجة أساسية وقطاع الدواجن المتنامي في محافظات كردستان العراق، معتبرة القرار بأنه جائر بحق الدواجن والمنتجين المحليين. كشفت هيئة التصنيع العسكري في العراق عن حاجة البلاد إلى أسلحة وعتاد بقيمة 5 مليارات دولار سنوياً، لافتة إلى وجود محاولات سياسية لإفساد جهود التصنيع الحربي بالبلاد. وأكد رئيس هيئة التصنيع العسكري محمد الدراجي أن هناك فساداً سياسياً في شراء الأسلحة والعتاد للعراق، حيث كانت تشتري الحكومة الرصاصة الواحدة بنصف دولار بحد قوله. وقال الدراجي إن التعيينات في هيئة التصنيع العسكري متوقفة منذ عام 1990، وليس هناك تجديد للكوادر العاملة، مشيرا في الوقت نفسه إلا أن الحرب الأوكرانية الروسية ستؤثر على تسليح العراق. أعلنت الحكومة الروسية عن حظر مؤقت لتصدير الحبوب إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حتى 31 من شهر آب المقبل، وجاء ذلك في بيان وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن القرار يشمل تصدير القمح والشعير والذرة. وأشار البيان إلى أنه ستكون هناك استثناءات من الحظر بناء على رخص من وزارة الصناعة والتجارة الروسية. وأكد البيان أن تغطية احتياجات روسيا من الحبوب مضمونة بنسبة أكثر من 150% حسب بيانات وزارة الزراعة الروسية. يذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يضم روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرقيغستان. دعت مجموعة السبع دول المنتجة للغاز أو للنفط إلى تسليم كميات أكبر من إنتاجها لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة ومخاطر الشح المتصلة بالغزو الروسي لأوكرانيا. جاء ذلك في إعلان مشترك لوزارة الطاقة في دول مجموعة السبع أنه من الضروري النظر في اتخاذ تدابير فاعلة من أجل وضع حد لارتفاع أسعار الغاز. وطلبت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر هيرغالوم من شركات النفط في الولايات المتحدة إنتاج المزيد من النفط بهدف تخفيف الاضطرابات في السوق الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والحظر الأمريكي على الصادرات الروسية. أما الآن فننتقل لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية والمعادن. ختام الموجز بأمان الله.